أعزائي الطلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم في حلقاتنا المتواصلة ومدرسة على الهواء. في بداية الحلقة ينضم إلينا ضيف عزيز الأستاذ عبد الحميد حسين. أهلا أستاذ حميد. اهلا استاذ احمد، كل سنه وحضرتك طيب الله وكل يخليك. طلبه مصر طيبين. أهلا بيك اهلا بيك يا استاذ احمد. أستاذ محمود عطية، مستشار وزير للتاريخ. طبعا إيه، من فترة أنا بقول له عايزين مدرس معانا طبعا في المراجعات. الراجل مشكور ان الدكتور بعت لنا. طبعا الاستاذ عبد الحميد من الناس المحترمه والناس الفاضله واستاذنا جميعا، هيشارك معانا طبعا ان شاء الله باقي مراجعات الثانويه العامه حتى ليله الامتحان. في البدايه طبعا احنا بكل حزن وبكل اسى ننعي وفاه احد افراد قناه النيل التعليميه ومصر التعليميه، الشاب مصطفى ادم، في مفاجاه قبل يوم توفي وانتقل الى ايه الله سبحانه وتعالى. نتمنى له أن يتجاوز ربنا سبحانه وتعالى عن سيئاته ويسكن فسيح جناته. من الشباب المحترم التي عاشرتها في القناة والتي أسهمت في إيجاد كثير من الحلول والمشاركة في جميع أعباء هذه القناة، ربنا يتغمده برحمته إن شاء الله الواسعة. وطبعا بنهنيكم برضو بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. هذا الشهر هو شهر ليس الصيام والنوم، ولكن شهر العمل والجد والاجتهاد. كان الرسول صلى الله عليه وسلم غالبا ما يحارب في هذا الشهر الكريم. المسلمون حاربوا معظم أيامهم في معارك الأندلس وفتوحات بلاد شرق آسيا في شهر رمضان. مصر عبرت قناة السويس 6 أكتوبر العاشر من رمضان. فهذا الشهر ليس شهرا للنوم ولكن شهرا للجد والعمل والاجتهاد. فنرجو من الجميع أن يركزوا في هذا الشهر، لأن بعد الشهر ده على طول هنلاقي الامتحانات مفاجأة إيه في الوش، فما نعتبروش أجازة زي زمان. نبدأ مع الأستاذ عبد الحميد طرح بعض الأسئلة اللي جهزها لنا حول بقية الفصل الأول. أنا كنت راجعت معاكم الحلقة اللي فاتت حوالي نص الفصل الأول، خلصنا المنهج طبعا الحمد لله. هنبدأ نطرح معاكم النهاردة ومن الساعة دي واللحظة دي احنا في اتصال او في انتظار اتصالاتكم وتليفوناتكم مباشرة على الهواء. التليفون هيطلع على الشاشة، اللي عنده اي سؤال اي استفسار يسأل. في اسئلة طبعا اتسألت الاسبوع اللي فات، وفي طلبة كلموني عملوا مشاكل مع المدرسين بسبب الاسئلة. مدرسين قالوا ان دي اسئله ثانويه عامه. الطلبه قلت لهم هتقول امتحان سنه كام، وبعدين لو حتى ثانويه عامه في اختلاف في الفكر اللي احنا بنقوله هنا ما بنقولوش الا بعد ما نكون متاكدين فيه، مش عايزين خلاف بينك وبين المدرس بتاعك بسببنا احنا. لا، انت اسال، ودي مش وجهات نظر، لا دي ماده علميه بنحدد فيها الاجابه القطعه ان شاء الله. نبدا والاساس مع كتاب الاستاذ حميد. المدرسه يا استاذ احمد. طبعا الاساس كتاب المدرسه. اتفضل استاذ حميد، نشوف كده مع بعض الاسئله اللي انت مجهزها لنا. حضرتك الاسبوع اللي فات بدات في بدايه الفصل الاول، وصلت لحد الحياه الاجتماعيه في المجتمع المصري قبيل الحمله الفرنسيه. فالنهارده البدايه ان شاء الله هتكون الحاله السياسيه في مصر قبل الحملة الفرنسية، يعني في العهد العثماني. تمام حضرتك؟ اتفضل يا ريس. فهنبدأ بالجزئية اللي هي قامت. ما حركش الورق. ماشي، نقطع الورق كده ونشوف. قامت. بص يا استاذ حميد، واحد الورق. اتفضل. قامت في مصر العثمانية ثلاث إدارات تحكم وتراقب كل منها الاخرى. وزي ما حضرتك اشرت، والطلبه بيقولوا ان بيحصل فيه خلاف مع الاساتذه، ما فيش خلاف لان حضرتك كله في الكتاب المدرسي وشغالين منه من صفحه 4. اول حاجه حضرتك الوالي وهو نائب السلطان في مصر، ثم الديوان وسلطته مراقبة الوالي وأحيانا عزله، ثم المماليك لإدارة شؤون الأقاليم. بعد ما بنعرض ديت يا أستاذ أحمد بيقابلنا السؤال اللي اتكرر في الثانوية العامة أكتر من مرة، وهو حمل نظام الحكم العثماني في طياته عوامل طيب ضعف. قبل السؤال يا استاذ حميد ناخد معانا شيماء من اسيوط. السلام عليكم يا شيماء. وعليكم السلام، ازيك يا مستر؟ كل سنه طيبه. انت طيب. اتفضلي يا شيماء. هو انت كنت سالت سؤال المره اللي فاتت اثبت ان مصر التزمت بمعاهده لندن. اثبت التزام مصر بمعاهدة لندن، صح؟ أيوه.
طب اي التزام بالظبط يا شيماء؟ هو انا هنقول انها اشتركت في حرب الخير. لا 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 السؤال، لا بس اسمعيني، ما هو السؤال كده ما ينفعش. اثبت التزام مصر في بمعاهده لندن اقتصاديا عسكريا او سياسيا. ها لا هو انت قلت بس ما كملت. لا لا تبقى السؤال، اثبت التزامات مصر بمعاهده لندن عسكريا. عسكريا تبقى اشتركت في حرب الخير. هنقول واحد، اعاده الجيش والاسطول العثماني. اثنين، اشتراك مصر في حرب القرم. ماشي؟ اه تمام. طب لو قلنا اقتصاديا يا شيماء؟ اقتصاديا تطبيق معاهده لندن، تطبيق معاهده برلين ايمان، سقوط دخول سياده الحريه. طيب تمام كده، ماشي. حاجه تانية عندك؟ ممكن تسالني؟ في ايه بالظبط اللي عايزاه؟ انت اسالني في عادي، في اي حاجه. اه طب لما اقول لك كده سؤال، اكمل كده، اكمل كده، او ايه؟ مش هقول لك اختاره، خليك كده كويس. تشابهت سياسه مين العنصريه مع سياسه نقط في مصر؟ تشابهت؟ ممكن تشابهت؟ تشابهت سياسه مين العنصريه مع سياسه نقط في مصر؟ مين العنصريه مع سياسه نقط؟ ها يلا ثانيه. تشابهت سياسه مين العنصريه مع سياسه رفقي؟ فاكره عثمان رفقي؟ عثمان رفقي ايوه. لما قلنا عندي مينو عمل ايه؟ رفض ان هو يشغل المصريين في الصناعه وشغل الفرنسيين، وعثمان رفقي حرم المصريين من الترقيه وكسرها على الرتب العاليه في الجيش بالنسبه لمين؟ للترك. ماشي؟ ماشي. في اي تاني حاجه عندك؟ عايزه سؤال تاني يا شيماء بعد اذنك استاذ احمد. اتفضل. ممكن سؤال تاني؟ ماشي يا شيماء، ما العلاقه بين روسيا والتصنيع الحربي في مصر؟ بسبب قيام الحرب الخرم مع تركيا ضد روسيا ازدهرت صناعات ايه؟ حرب القرم برضه زي ما انت قلت. الله يفتح عليكي. برافو عليك. حرب القرم. برافو عليك يا شيماء. شكرا يا شيماء. يلا سلامات، اتفضلي. اتفضلي يا ريس. وقفنا حضرتك عند حمل نظام الحكم العثماني في طياته عوامل ضعف. ده قصر مده حكم الوالي، علو سلطه الديوان على الوالي، ثم ضعف الحكم العثماني اواخر القرن ال 17. تمام. من هنا حضرتك نبدا جزئيه فيها ثلاث اسئله يا استاذ احمد. اتفضل. ممكن نبدا حضرتك بالسؤال اللي هو نتائج ضعف الحكم العثماني اواخر القرن ال 17 الميلادي. حضرتك لما اطرح السؤال ده هيطلع لي من اول اجابة نقطة سؤال بما تفسر، وهو تطلع مصر للاستقلال عن الدولة العثمانية اواخر القرن ال 18. هو الضعف كان في اواخر القرن ال 17. ضعف الدولة العثمانية اواخر القرن ال 17. الاثر عندنا هنا تطلع مصر للاستقلال عن الدولة العثمانية عن طريق تطلع المماليك للانفراد بحكم مصر. اثنين، انشغال الدولة العثمانية بحربها مع، وده الجزء اللي جه في الامتحان السنة اللي فاتت يا استاذ احمد، ما العلاقة بين روسيا وتغير الوضع السياسي في مصر. كان سؤال جميل جدا، بدل ما يقول لي ايه قوة مصر في علي بك الكبير او ما هي اعمال علي بك الكبير، كان سؤال ابتكاري، ما العلاقة بين روسيا وتغير الوضع السياسي في مصر؟ وقال حضرتك في النصف الثاني من القرن ال 18. من القرن ال 18. كان سؤال صعب. كان سؤال فيه فكر، وكان فيه شغل بدايته من روسيا، والجزء الثاني اللي هو في النصف الثاني من القرن ال 18. تمام. وهو كان انفراد علي بك الكبير وطرده للولي العثماني ومنع قدوم غيره، وتطلعه الى الانفراد او السيطرة على الحجاز وبلاد الشام، ولكن انحاز محمد ابو الذهب للدولة العثمانية ضد علي بك الكبير. تمام. تمام اسئلة حضرتك. لا احنا عايزين مش شرح بقى، احنا عايزين المراجعة اللي انت قلت حضرتك بتجهزها الاسئلة. تمام تمام. بيجي بعد كده حضرتك نتائج حركة فشل حركة علي بك الكبير. هي جت في الامتحان السنة اللي فاتت وقبلها بسنتين. ماذا كان يحدث اذا نجحت حركة علي بك الكبير في مصر؟ طيب ناخد معانا التليفون الاول. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك عامله ايه؟ تمام نشكر ربنا. اتفضلي. عندي سؤالين. اتفضلي. اوجه النقد، حابب اوجه النقد للسيد عمر مكرم عام 1808. مكرم 808 الثاني. ما تقييمك لمذبحة القلعة التي عملها محمد علي؟ حاجة تانية؟ في ناس بتقول عجبني لأن هو موقف شجاع وتخلص من الأعداء. ناس تانية بتقول لا يعجبني لا غير رائد بالشرائع الدينية. بص معايا يا بنتي. لما أقول لك الاستنى عندك الأول النقد لعمر مكرم، تمام؟ نقد عمر مكرم 1808، بنقول عمر مكرم هنا يا استاذ من الناس الكبيره اللي لها دور في الزعامه الشعبيه واللي لها دور في توليد الزعامه اثناء الحمله واختيار محمد علي، كويس؟ تمام. حلو قوي. ايه النقد هنا؟ اعطى عمر مكرم فرصه لحدوث انقسامات بين الزعامه، ما هو عمر مكرم عارف اللي فيه انقسامات بين الزعامه. الخطا هنا اللي يحسب على عمر مكرم، اعطى فرصه لوجود انقسامات للزعامه الشعبيه واعطى فرصه لاستغلال محمد علي هذه الانقسامات. الحاجه اللي بعد كده، عمر مكرم لم تكن له رؤية في اختيار محمد علي، هو اختار واحد ضحك عليهم سنة 1804. لم تكن هناك رؤية لعمر مكرم في اختيار محمد علي، ولم يكن ذات وعي سياسي تجاه محمد علي الذي استغل أزمة 1808 لانكشاف الزعامة على حقيقتها أو فضائح الزعامة عندما وضعهم في مأزق مع الناس والتخلص من عمر مكرم. كل دي عيوب بتحسب على عمر مكرم وبتحسب على الزعامة الشعبية وأولها الشيخ السادات. بالنسبة لمذبحة القلعة في التقييم أرى أنه رأي إيجابي. المذبحة إيجابية يا كريستين، إيجابية إزاي؟ تخلص محمد علي من المماليك أدى إلى حدوث استقرار سياسي في مصر وبناء الدولة الحديثة، تمام؟ ولكن هناك جانب سلبي، إيه الجانب السلبي؟ قضاء محمد علي على المماليك تم من خلال الغدر والخيانة وليس في معركة شريفة، وتناسى محمد علي مجد المماليك في القضاء على المغول والخطر الصليبي وحماية العالم الإسلامي. يعني المماليك مش وحشين قوي بس في نفس الوقت انتهوا أدى للاستقرار وبناء الدولة الحديثة. في التقييم يا كريستين لازم نحط رأي سلبي وإيجابي في الموقف لو وجد الموقفين. مفيش موقف واحد بنحط واحد بس. اتفضل. كنت لسه هوضح برضه حضرتك، قلت برضه ونأكد للطلبة، أوجه النقد بقول السلبيات والإيجابيات، والتقييم السلبيات والإيجابيات. بدل احنا بنقوله بس في احيانا برضو عندي اسئله يا كريستين ما بتحملش الا حاجه واحده بس، سلبي بس او ايجابي بس، انما هنا مذبحه يحتمل موقفين. في حاجه ثانيه يا كريستين؟ شكرا، مع الف سلامه. اتفضل يا ريس. في مذبحه القلعه برضو يا استاذ احمد في سؤال جميل جدا جاي في نموذج الوزاره اللي لسه نازل الشهر اللي فات، ما العلاقه بين حروب الجزيره العربيه وانفراد محمد علي بحكم مصر؟ تمام تمام، نكمل في الفصل الاول. حضرتك لما السؤال جه ماذا كان يحدث اذا نجحت حركه علي بك الكبير، انا ممكن اخد منها سؤال ايد ويكون جميل جدا ومبتكر للطلبه من الكتاب المدرسي، واقول ايد بالادله التاريخيه شهدت الفتره التي تلت ابو الذهب عدم الاستقرار في مصر. شهدت الفترة التي تلت أبو الذهب عدم الاستقرار في مصر، وهي تدهور الأحوال السياسية، تقلص التجارة، تدهور الاقتصاد. فعندما جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر كانت مصر تحت حكم مملوكي ثنائي إبراهيم بك ومراد بك. تمام كده يا أستاذ أحمد؟ اتفضل يا ريس. تمام. المنشور. طيب هنتكلم بعد كده عن منشور ونزول الحمله الفرنسيه برضه زي ما قال كريستين كده في سؤال تقييم، ما تقييمك برضه اكتب يا ريس عبد الحميد، ما تقييمك لمنشور نابليون في مصر؟ ما تقييمك لمنشور نابليون في مصر؟ سؤال التقييم برضه يا ولاد لما بنيجي نتكلم فيه بنقول سؤال التقييم بيحتمل الاثنين، يا ايجابي يا يا سلبي، او ما فيش غير واحد بس بنحط واحد بس. طيب منشور نابليون هنا قال لك منشور نابليون هنا من الحاجات اللي بنقول عليها احداث التناقض، حاجات عكس بعضها. ازاي؟ لما اجي اقيم منشور نابليون نقول منشور نابليون احتوى على بعض الايجابيات، حيث عمل على مجامله الدوله العثمانيه، محاوله اكتساب الشعب المصري الى صفه من خلال افهام المصريين انه جاء ليخلصهم من المماليك ويربي الى انشاء حكومه اهليه، كويس ده ايجابي اهو. ولكن السلبي، حدد نابليون في المنشور بحرق القرى والمدن التي تقف في وجه الحمله، والدليل على ذلك موقف نابليون في ثوره القاهره الاولى عندما دخل الازهر بالخيول واحكام اعدام على السائرين. فنخلي بالنا من النقطتين دول، ايجابي وسلبي بالنسبه للمنشور، نخلي بالنا منها. ناخد اسماء من المنيا. السلام عليكم يا اسماء. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا اسماء، كل سنه طيبه. وانت طيب. اتفضلي يا اسماء. عندي سؤال، ما المقصود بالمفهوم ارض الوسطيه؟
ارض الوسية. ها حاجة تانية؟ في بما تفسر رغبة بريطانيا في الدولة العربية. انا مش سامعك. وطي التلفزيون يا سيما اسماء، وطي التلفزيون يا اسماء وابعد عنه، وطي التلفزيون وابعد عنه وكلميني. رغبة مين بقى بتقولي؟ بريطانيا. في ايه؟ في تكتيل الدولة العربية. تكسيف؟ تكتيل الدولة العربية. تكتيل؟ تقسيم. تقسيم؟ تقسيم يا تكتيل الدولة العربية. رغبة بريطانيا في تكتيل الدول العربية ورا مصالحها اثناء الحرب العالمية الثانية؟ ورا مصالح الحرب العالمية الثانية. ماشي، ايه تاني؟ برضه غير متفسر رفضت دول حلف خلال حرب اكتوبر عام 1993 تقديم للطائرات الامريكية. ماشي، رفضت الدول الاوروبية تزويد الجسر الجوي الامريكي بالوقود. حاجة تانية؟ لا شكرا. تحت امرك يا شيماء. يا اسماء، لما اقول لك يا اسماء الوسية قطعة أرض معفاة من الضرائب يحصل عليها الملتزم نظرا لجهوده في جمع الضرائب من المنتفعين، ده تعريف كويس. لما رغبة انجلترا في تكتيل مصالح ايه؟ انجلترا في الحرب العالمية الثانية، وذلك رأت انجلترا أن من مصلحتها قيام نوع من الوحدة العربية إرضاعا للعرب وتكتيلا لهم. إرضاعا لضمان العرب في مساعدتها في الحرب العالمية الثانية. اتنين، تكتيلا للدول العربية ورا مصالح الاستعمار، خاصة ان هذه المناطق مناطق نفوذ ومن السهل توجيه نظرا نحو هذه المصالح. ثالثا، اظهرت الحرب العالمية الثانية اهمية المنطقة العربية بسبب البترول وقناة السويس والاهمية الاستراتيجية اللي جت في 2008 صح. مع تخفيف العداء بين انجلترا واوروبا اثناء الايه؟ الحرب العالمية الثانية. السؤال اللي بعد كده يا استاذنا اتفضل. رفضت بعض الدول الاوروبية تموين الجسر الجوي الامريكي. تمام يا فندم، اتفضل. السؤال ده اللي هو في حلف الشمال الاطلنطي، خوفها من تأثير وغضب الدول العربية، خوفها من عدم امداد العرب لهم بالبترول، ثم ايمانهم بعضهم بعدالة قضية العرب. تمام. طيب كده دي ايه الاسئلة اللي لقيتها اسماء. تمام. وصلنا هنا بقى لنزول الحملة الفرنسية واشكال المقاومة. في جزء بعد اذنك استاذ احمد انا شفته في النموذج اللي على موقع الوزارة. احنا حضرتك افضت في المنشور بس جايب سؤال اخطر. منشور نابليون هدف الى مجاملة من؟ الدولة العثمانية. كانت فكرة جميلة. الدولة العثمانية. طيب منشور نابليون هدف الى اجتذاب من؟ المصريين. المصريين، جميل. اتفضل حضرتك. طيب كده احنا وصلنا لنزول الحملة الفرنسية واشكال المقاومة. الحملة لو هتنزل دلوقتي هتنزل اسكندرية وبيقاومها الشعب المصري وتفشل ويتم اعدام محمد قريم. لما نيجي نقول دلوقتي بما تفسر يا ريس، بما تفسر سهولة استيلاء الفرنسيين على الاسكندرية. سهولة استيلاء الفرنسيين على الاسكندرية وفشل محمد قريم. اتفضل يا ريس. طيب يا فندم، حضرتك السؤال ده برضو نازل في النموذج اللي على موقع الوزارة، وهو عدم قدرة المماليك، عدم قدرة المماليك على التصدي للحملة الفرنسية عند نزولها يونيو 1798، لأن المماليك كانت قواتهم قد استهلكت في الصراعات فيما بينهم. تاني حاجة، لم يتجهوا إلى تحصين حدود البلاد ضد أي عدو. وحضرتك محمد علي استفاد من الجزئية دي عند إعداده للقلاع والاستحكامات في مصر. تمام. طيب ده بالنسبه لايه؟ لفشل الاسكندريه وسهوله الاستيلاء عليها. بعد كده بيقول فشل مراد بيك في شبرخيته وهزيمته، تقهقره لامبابه، اتهزم في امبابه ثم فراره للصعيد. ابراهيم الوالي راحوا على فين؟ على الشام، ثم هروب بعد ذلك المماليك من القاهره وخلت من اي قوه دفاعيه واحتلتها فرنسا. نخلي بالنا في الاختيارات هنا، خلت القاهره من اي قوه دفاعيه، ده السنه اللي فاتت في الامتحان، واحتلتها فرنسا بعد ما وقعت نقط امبابه. نبدأ نتكلم على النتائج. اتفضل يا ريس. معركة امبابة تعتبر في نهاية القرن ال18، بعدها فرنسا احتلت مصر. معركة التل الكبير كانت في نهاية القرن ال19 وبعدها انجلترا احتلت مصر. فممكن حضرتك تكون في مقارنة بين الاثنين، قارن بين معركتي امبابة والتل الكبير من حيث الدولة التي احتلت مصر، نتائج كل منهما. تمام، ما دي فرنسا ودي انجلترا. تمام، والنتائج. انما التاريخ ملوش علاقة بالموضوع. لا. تمام. حدث ان دولتين احتلوا مصر. بعد كده بنتكلم على موقف ايه انجلترا.
وفي عندنا سؤال برضو من الاسئله الايه المهمه البسيطه، ما نتائج معركه ابي قير البحريه؟ اتفضل يا استاذنا. حاضر يا فندم. نتائج ابي قير البحريه اللي جه في الامتحان سنه 2007 وفي 2013 كان ماذا يحدث اذا؟ اول حاجه اغرق الاسطول الانجليزي بقياده نيلسون الاسطول الفرنسي، ثاني حاجه حرم الحمله الفرنسيه من امدادات فرنسا لها. وتعتبر برضو معركة أبي قير البحرية هي بداية النهاية للحملة الفرنسية في مصر. تمام، معانا ناردين من سوهاج. السلام عليكم ناردين. وعليكم السلام. ازيك يا مستر؟ ازيك عاملة يا بنت؟ اتفضلي. تمام. كان عندي سؤال بما تفسر. اتفضلي. كله بما تفسر. قيام حركة انفصالية عن الدولة العثمانية في النصف الثاني من القرن ال 18. قيام حركة انفصالية اللي هي على بكر الكبير لسه شارحينها دلوقتي، اللي هي بسبب انشغال السلطان العثماني مع حربه مع روسيا مع ضعف الدولة في أواخر القرن ال 17. طلع البكوات المماليك. ماشي؟ اه. اللي هي ضعف الدولة العثمانية نظرا قصر مدة حكم الوالي، زيادة سلطة الديوان، النزاع بينهم مع ضعف الدولة، هنا الدولة ضعيفة هي تمام؟ الدولة مشغولة في حربها مع مين؟ مع روسيا. ده ادى فرصة لتطلع ايه؟ المماليك للانفراد بالحكم على يد علي بك الكبير. حاجة تانية ناردين؟ في سؤال، اختر خلت القاهرة من أي قوة بعد امبابة؟ لسه الأستاذ أحمد قايل خلت القاهرة من أي قوة دفاعية بعد امبابة واحتلتها فرنسا، صح؟ اه تمام، ده جاي سألك في الامتحان. اه تاني في حاجة ناردين؟ معركة امبابة. لا شكرا. لا لا، هو بعد امبابة اه. بس مفيش حاجة عندك تاني؟ لا شكرا. ما حلتيش أسئلة الوزارة؟ لا لسه. ليه؟ ده هم النموذجين نزلتهم الوزاره طلعوهم وحليهم وشوفوا الثانويه العامه بتاع السنه اللي فاتت عامله ازاي. حاضر يا مستر، انا بحل تدريبات. حليت كم امتحان؟ حليت 9. 9 بتحلهم في البيت يعني ولا في الدرس؟ في الاثنين. الامتحان 40 نقطه؟ ايوه، الامتحانات الكامله. طب كويس، عشان تتدربي على حل الامتحان. الوزاره يا نردي. حاضر يا مستر. ماشي يا بابا، مع السلامه. طيب ده بقى وصلنا كده لمراد بيك في الصعيد، لما اجي اقول انا فسر اعتزم نابليون على انهاء مقاومه مراد بيك في الصعيد. اتفضل يا ريس. اعتزم نابليون على انهاء مقاومه ايه؟ المماليك في الصعيد او انهاء المقاومه في الصعيد. اتفضل. اعتزم نابليون بونابرت القضاء على قوه المماليك في الصعيد لخطوره ذلك على الملاحه في نهر النيل، فعرض حكم الصعيد على مراد بك، لكن مراد بك رفض ذلك. تمام، رفض ذلك لانه تحت الاشراف الايه؟ الفرنسي. واخفقت القوات الفرنسيه مع الاهالي فين؟ في الصعيد. طيب، اخفقت القوات الفرنسيه مع الاهالي البعد الوادي وحرب المناوشات وانضمام المماليك وانضمام قوه مراد بك، فاصلت مقاومه الصعيد 10 ايه؟ شو. اشهر. طيب تمام، لما نحط برضو كده ما النتيجه المترتبه على ثوره القاهره الاولى؟ نتائج ثوره القاهره الاولى. اتفضل يا ريس. اتفضل حضرتك. في جزئيه بس يا استاذ احمد طلبه كتير بتسال فيها، بتقول ان قتل حاكم القاهره. قتل حاكم القاهره. نزل الورقه تحت شويه بس، بعد اذنك اظبط الورقه كده. قتل حاكم القاهره ومصرين على اسم ديبي ان هو لسه في حاكم القاهره الفرنسي. لكن اسم ديبوي اتشال من الكتاب. في التعديل اتشال. نتائج ثورة القاهرة الأولى إن نابليون وقوات الحملة الفرنسية استخدمت العنف مع أهالي مع أهل القاهرة ومع الثوار التي امتدت ثورتهم إلى الأقاليم، واقتحم نابليون الجامع الأزهر بخيوله وذلك مخالفا لكل الأعراف والتقاليد. جميل. برضو أنا يا أولاد عندي لما أجي أقول ما تقييمك لموقف نابليون من ثورة القاهرة؟ السؤال ده مهم أوي. ما تقييمك لموقف نابليون في ثورة القاهرة الأولى؟ ده على موقع الوزاره استاذ احمد على فكره. يا عم احنا ما لناش دعوه، احنا بنقول كل حاجه، احنا كل سؤال هرجع للوزاره بقى، احنا كل حاجه بنقولها. لما ما تقييمك لموقف نابليون في ثوره القاهره الاولى؟ نقول ارى ان نابليون تصرف عكس ما جاء في المنشور، حيث عمل نابليون على اهانه المصريين من خلال اهانه الازهر بدخول الجامع بالخيول، اعتقال المصريين وتقديمهم الى احكام الاعدام، فتخالف ذلك مع منشوره، مما يدل ان المنشور الاول كان منشورا سياسيا ليس له اساس من الصحه، وكل ما كان يهم نابليون هو توطيد سيطره فرنسا فين؟ في مصر. تمام، اتفضل يا ريس. هنبدا حضرتك بقى بالتحالف المملوكي الانجليزي الروسي، اللي برضه كان سؤال جميل جدا السنه اللي فاتت. ما العلاقه بين روسيا وحمله نابليون على الشام؟ اتفضل.
ما العلاقة بين روسيا وحملة نابليون على الشام؟ عندما علم نابليون أن هناك تحالف بين إنجلترا وروسيا والعثمانيين وأن هناك تجهيز لحملة عن طريق الإسكندرية وحملة عن طريق الشام، قام نابليون بحملته إلى الشام وعبر العريش، ولكنه فشل عند مدينة عك. كويس. فهنا ممكن السؤال اللي هو أسباب فشل نابليون في اقتحام مدينة عك. كويس. برضو عايزين نشوف كده ما هي الصعوبات اللي واجهت الحملة بعد رحيل نابليون. الصعوبات اللي واجهت الحملة بعد رحيل نابليون. ده كان في الامتحان السنة اللي فاتت، ما العلاقة بين عودة نابليون إلى فرنسا وعقد معاهدة العريش؟ تمام حضرتك؟ اتفضل. رأى كليبر أنه يستحيل عليه البقاء في مصر بسبب تناقص أعداد جنود الحملة، بسبب مقاومة المصريين وتجدد ثورتهم ومقاومة المماليك، فاتجه إلى عقد اتفاق العريش في يناير سنة 1800 على أن تخرج الحملة الفرنسية على نفقة الدولة العثمانية، لكن هذا الاتفاق فشل بسبب موقف إنجلترا. السلام عليكم أبو حميد. ازيك يا احمد، عامل ايه؟ ربنا يخليك. كل سنه طيب. وحضرتك طيب. اتفضل. مع حضرتك احمد من دفعه 2018. يا احمد 2018، ازيك يا احمد؟ دخلت كليه ايه؟ كليه حقوق المنيا. بس طب مبروك. الله ربنا يبارك فيك. ازي حضرتك عامل ايه؟ الله يخليك يا احمد، كل سنه وانت طيب يا حبيبي. ربنا يخليك. والله مستر حبيت اتسلم على حضرتك بس، وعلى وبرحب بالمستر اللي مع حضرتك وبقدم له كل الشكر من عندي. ربنا يخليك يا احمد. في برضه محمد السيد زميلك في كليه ألسن بيتواصل معايا على طول. دايما يا مستر. والله احنا بنشكركم دايما كده وبنقدرين دايما الجهود اللي بتقدموا لينا. يا رب كل سنه وانت طيب يا حبيبي، والف مبروك. ربنا يوفقك ان شاء الله. طيب ربنا يخليك لنا. الله يخليك يا ابو حميد، متشكر قوي، مع الف سلامه. طيب نبدا بعد كده ونكمل. طبعا بعد ثوره ايه، بعد فشل الاتفاقيه ثوره القاهره الثانيه، وسيطره كليبر عليها بسهوله في الوجه البحري، وسيطر عليها في الصعيد من خلال الاتفاق مع مراد بك على اخضاعها مقابل ايه، او على حكم الصعيد مقابل اخضاع ثورته. مقتل كليبر على يد سليمان الحلبي الشاب السوري، ويتولى مينو الذي كان ينوي البقاء في مصر وتحولها مستعمره فرنسيه من خلال خطه اصلاحيه في كل المجالات، ويأتي الجيش العثماني وينضم الأسطول الإنجليزي وزعماء المماليك والشعب، وإخراج الحملة 18 سبتمبر 1801. برضو أنا سؤال برضو بسيط كده، لما نقول صاحب حميد وضح أشكال التضامن العربي ضد الحملة الفرنسية. أشكال التضامن العربي ضد الحملة الفرنسية. ضد الحملة الفرنسية 2017. أول جزئية حضرتك، مجيء قوة محدودة من عرب الجزيرة العربية وانضمت إلى مقاومة أهل الصعيد. تاني جزئية هي قتل القائد كليبر على يد الطالب السوري الذي يدرس في الأزهر سليمان الحلبي. تمام. بعد كده برضو يا سامح حميد بنقول لم تكن الحملة الفرنسية مجرد حملة عسكرية للغزو والاحتلال. وضح. لم تكن الحملة الفرنسية على مصر مجرد حملة عسكرية للغزو والاحتلال. حملة عسكرية تقليدية للغزو والاحتلال. ده بيتضح يا استاذ احمد من خلال مجموعة العلماء الذين صحبهم نابليون بونابرت معه إلى مصر، ثم نابليون عمل على نقل الحكم والسلطة والإدارة على غرار ما حدث في فرنسا بنقلها إلى الطبقة الوسطى، وإن كان نقلا شكليا فقط، ليتعرف على ما يدور في أذهان صفوة المصريين. تمام. فمن هنا جاءت فكرة. طب في عجاله كده اطرح لنا فكره الدوين بسرعه بقى. فكره دوين الحمله الفرنسيه، اول حاجه ديوان القاهره يتكون من 7 أعضاء من المشايخ والوجهاء للتباحث والتداول في احوال العاصمه، ثم دواوين الاقاليم التي كانت للبحث في المصالح والشكاوى، منع المشاحنات بين القرى، ثم جبايه الاموال والضرائب، ثم الديوان العام اللي هو الديوان العام المركزي، وكان سلطه مركزيه عليا يتالف من كافه الدواوين مع ديوان القاهره، وكان هدفه هو تدريب المصريين على مجالس الشورى والحكم والقضاء. تمام. طب وبرضه نبههم للمشاركه في الحكم مختار محمد علي. تمام. دي في الفصل الثاني. طب لو قال لي كده اي صحه او خطا العباره، كان هدف نابليون من الديوان العام تدريب المصريين على الحكم والشورى،
تمام يا ريس. تمام يا ريس. العبارة هنا صح ولا غلط؟ العبارة هنا صح. تمام، ليه بقى؟ نابليون أصلا كان يريد تدريب المصريين على نظام حكم الشورى بما يفيدهم في مجالات القضاء والمواريث والملكية. اقرا تاني كده يا ريس بعد إذنك. كان هدف نابليون من الديوان العام تدريب المصريين على الحكم والشورى. جميل. تمام، ده كان ليه أثر برضه في إن المصريين لما تدربوا في دوين نابليون كان له أثر في فترة الفراغ السياسي في اختيار محمد علي. تمام. ناخد بالنا يا اولاد برضه هنا نحط لنا سؤال، ما نتائج تمتع الاعيان بمكانه ونفوذ وسط الاهالي؟ لما يجي السؤال ده جميل صراحه. نعم. ما نتائج تمتع الاعيان بنفوذ ومكانه وسط الاهالي؟ ده سؤال. فسر ارتفاع مكانه وسط الاهالي. تمام. برضه في اسئله ثانيه كتير، بس كتير بقى اللي انا هقولها على الفقره دي. الفقرة تمتع المصريين بمكانه ونفوذ وسط الاهالي، ايه النتيجه بتاعتها؟ الحاجة التانية برضو لما نيجي نقول ده النقطة الأولانية، فسر اتجاه نابليون إلى الأعيان في أول الأمر، ليه نابليون اتجه إلى الأعيان؟ فسر إنشاء نابليون الإيه؟ الدواوين، نخلي بالنا من النقط دي مهمة جدا وبنتكلم فيها في إطار المقدمة مع الديوان الإيه؟ العام. طبعا الديوان قليل. إيه؟ طرحها في الامتحانات قليلة. طرحها في الامتحان قليل؟ الحتة دي ما بتطرحش. إحنا عايزين نقول كلمة يا أستاذ حميد، إن دايما الأسئلة اللي صعبة اللي بتيجي دايما في الامتحان أسئلة الفصل الأول. اسئله الفصل الاول غالبيه الطلبه ما بتعرفش تحلها. انت بتستهتر بالفصل الاول وبتحاول تهمله، انما الفصل الاول معظم اسئلته ما بتتحلش في الامتحان، وده اللي بنشوفه دايما في التصحيح. نخلي بالنا برضه يا اولاد من الايه؟ من الاوضاع الايه؟ الاقتصاديه والاجتماعيه. الوضع الاقتصادي سهل وبسيط جدا، لما نيجي نتكلم نقول انتعشت في الاول استاذ حميد الزراعه في ظل الحمله الفرنسيه. اتفضل اكتب. انا حضرتك هطرحها بصيغه ثانيه. اتفضل. ما العلاقه بين علماء الحملة الفرنسية والزراعة في مصر؟ اتفضل حضرتك. كمل اتفضل. أول حاجة الأستاذ أحمد طرح السؤال بما تفسر انتعاش الزراعة في مصر، وده كان سؤال ثانوية عامة سنة 2015. فقلنا السؤال يبقى بطريقة تانية، ما العلاقة بين علماء الحملة الفرنسية والزراعة في مصر؟ أول حاجة دراسة مجرى نهر النيل وفحص الترع والقنوات. نمرة اتنين، ان انا هانشئ حديقة للنباتات او هعمل حديقة لتجربة النباتات او المحاصيل الزراعية اللي بتحتاجها فرنسا، ثم حديقة اخرى للنباتات المجلوبة من فرنسا مثل الخوخ والتفاح والمشمش ومعظم الفاكهة، واحنا والفرنسيين هناكل. فاهتمت الحملة الفرنسية بالغلات التقليدية وهي القمح والارز والذرة. جميل. الصناعه برضه صح، فكملهم بقى كلهم، التجاره والزراعه والصناعه في اسئله كده مختلفه. الصناعه حضرتك ممكن يكون دايما بيجي سؤال نقد. ما اوجه النقد لمشروع مينو لاحياء الصناعه؟ ان مينو زي ما حضرتك ربطته بعثمان رفقي في الاول لبنتنا اللي بتتصل من الصعيد، ان احجم عن ادخال المصريين في الصناعه، وكان الاعتماد على الفرنسيين فقط في النسيج والدباغه واصلاح دار السفن التي انشاها مراد بك قبل ذلك في الجيزه. التجاره بنقسمها جزئين يا استاذ احمد. السؤال اللي كان جميل جدا في امتحان 2017 بما تفسر ركود التجاره في مصر ابان الحمله الفرنسيه. ركود التجاره في مصر ابان، ودي حضرتك شفت في التصحيح ان كلمه ابان كانت عامله مشكله لبعض الطلاب. هي ابان هي خلال او اثناء. كان اول حاجه وجود الجيش حصار الاسطول الانجليزي ووجود الجيش العثماني في سوريا. تمام. طب نكتب سؤال برضه صح وغلط يا كده؟ لما نقول صح وخطا، ايد أو صحه او خطا العباره مع خطأ. ايه؟ تاريخيا. تمام. واحد، انشأ مينو مصانع نسيج لا تضم عمالا مصريين. العبارة صح ولا غلط؟ العبارة طبعا صح. لا تضم عمالا مصريين. ايه؟ لا تضم. لا تضم. اتفضل. العبارة صحيح. حتى لا تسرب اليهم اسرار الصناعة الفرنسية. واعتمد على الفرنسيين. الفرنسيين. تمام. طيب تمام. ناخد احمد مكافر الشيخ. ايوه ابو حميد. السلام عليكم. ماشي يا احمد. طيب تمام. نكمل الراس برضه. نكمل مينو حضرتك. اتفضل اتفضل. مينو هنقول برنامج مينو لاحياء التجاره، حيث احيا التجاره
في البحر الأحمر ونشطها، وصارت المراكب محملة بكافة البضائع بين جدة وينبع والسويس، وأجرى علاقات مع سنار ودارفور. تأتي هنا جملة اعتراضية أن أول من بدأ سياسة التفاهم مع شريف مكة كان نابليون بونابرت. تمام، فيعني أي حاجة معينة؟ لا تمام كده التجارة. طيب تمام، الزراعة والصناعة والتجارة. ممكن برضه نحط سؤال تاني على التجارة، حدد التناقض حول التجارة في مصر زمن الحملة الفرنسية. حدد التناقض للتجارة في مصر زمن الحملة الفرنسية. هنا هنجاوب حضرتك ونقول ان في عهد نابليون وكليبر ركضت التجارة المصرية بسبب وجود الانجليز وبسبب الجيش العثماني في سوريا. ده في الشمال. ثم نشطت في الشمال. تمام. وفي الجنوب كانت راكدة عشان المماليك في الصعيد. مفيش بقى الجنوب، من الكلام ده بقولك انت عايش في الجنوب. مش قلنا مينو احيا التجارة في الجنوب؟ ده انا لسه، انا هنا بقول حضرتك نابليون وكليبر، لسه هقول مينو. لا انا بقول هنا حدد التناقض حول التجارة في مصر زمن الحملة، بنتكلم في الشمال زي ما سيادتك قلت، بنتكلم في الجنوب. هم نابليون. نابليون ومينو. نابليون ومينو. تمام. نابليون ومينو. هنقول مينو بقى. جميل، زي ما سيادتك شرحت. تمام، نشطت التجارة. هي وقفت في الشمال عشان كذا واشتغلت في الجنوب عشان كذا، بنسميه التناقض هنا. تمام. وبرضه سؤال تاني، ما العلاقة بين انجلترا؟ ما العلاقة بين انجلترا؟ هنخلي السؤال بصورة غامضة شوية. ماشي. وازدهار الاقتصاد المصري في الجنوب. جنوب. وازدهار الاقتصاد المصري في الجنوب. تمام. في بداية القرن ال 19. السؤال بس صعب شوية عشان ايه التحديد بتاعه. أو مطلع القرن ال 19. ما العلاقة بين انجلترا وازدهار الاقتصاد المصري في الجنوب؟ انا قلت في الجنوب في بداية القرن الكام؟ ال 19. 19 بسبب حصار الانجليز. نفس التجارة هي. تمام. هي يا ولاد، التجارة زمن الحملة الايه الفرنسية. نقول بسبب حصار الانجليز للشواطئ المصرية. قام مينو باحياء التجارة في البحر الاحمر ونشطها، وصارت المراكب محملة بالبضائع بين جدة وينبع والسويس. تمام. ثم اجرى علاقات مع سنار ودارفور. اسئلة كتيرة ممكن تيجي هنا، اقول لك ايه حدد التناقض لاثر انجلترا على الاقتصاد المصري زمن الحملة الفرنسية. اثر انجلترا، اثر التناقض لانجلترا هنا ايه؟ انجلترا عملت لي مشكلتين. انجلترا وقفت التجاره في الشمال واحيتها في الجنوب. لما اقول حدد التناقض لاثر انجلترا على الاقتصاد المصري زمن الحمله الفرنسيه، تقول لي انجلترا وقفت التجاره المصريه في الشمال وسببت في احيائها فين؟ في الجنوب. ممكن اسئله كتيره جدا تيجي على التجاره. التجاره مشكله على فكره هنا في الحمله الفرنسيه. يقول لك ما العلاقه بين انجلترا وتطور علاقات مصر الافريقيه؟ ركز كده في السؤال. ما العلاقة بين انجلترا وتطور علاقات مصر الافريقية في بداية القرن الكام برضو؟ ال 19. هنا مش هنحدد الحملة الفرنسية ولا هنحدد مينو، هو هيسيبك انت بقى تصطاد لوحدك، وده طبعا بيمثل مشكلة كبيرة، عدم التدريب على في اسئلة معينة كده. فكرت مهما تحل برضو في سؤال. اتفضل. ما العلاقة بين انجلترا وحملة نابليون على الشام؟ العلاقة بين انجلترا وحملة نابليون على الشام، او العلاقة بين روسيا وحملة نابليون على الشام، او العلاقة بين السلطان العثماني وحملة نابليون على الشام. اتفاقية الثلاثية اللي بينهم خلتهم يضربوا مصر من خلال حملتين، فخرج نابليون للشام. خلي بالنا من الاسئلة دي. هربط انجلترا هنا يا استاذ احمد برضه بانها امدت اهل عكا بالمؤن والسلاح. ادت الى فشل الحملة وعودة نابليون الى مصر. ده مش العلاقة، ده مش علاقة بقى. علاقة؟ ده فشل. علاقة انجلترا بفشل. لا عشان الطالب يشغل دماغه. لا، علاقة انجلترا بفشل نابليون نقول دي. انما علاقة انجلترا بحملة الشام. هقول جزء ايه؟ لا، هنقول الاتفاقية اللي خرجته. وفشلها. لا، الفشل. الفشل نتيجة. تمام. انا ربطت العلاقة هنا سبب ونتيجة. السبب اتفاقية ثلاثية بين انجلترا وروسيا والدولة العثمانية على ارسال حملتين الى مصر من القوى العسكرية من الشام واسكندرية. بس خلص. عالم نابليون وخرج. النتيجة في عالم خرج الى الشام. فشل نجح، دي خارج الاجابة بقى. تمام. انما لو قلنا بقى ما العلاقة بين نابليون بين انجلترا وفشل حملة نابليون. ما هو بص حضرتك برضه زي اللي ايه حضرتك، العلاقة بين انجلترا وازدهار الاقتصاد. جميل. يعني كانها هعملها علاقة تناقضية. ايوه معاك، بس احنا مش عايزين نخش في نتيجه، ده اثر للنتيجه بعد النتيجه. ماشي. السؤال اللي بعد كده برضو بنقول عند الصحه والقضاء. اتفضل يا ريس. اسهامات انجلترا في الصحه والقضاء. اولا انشاء محاجر صحيه في القاهره والاسكندريه ودمياط، وانشاء مستشفى عسكري. ناتي بعد ذلك الى القضاء. القضاء هنا ببدا بنابليون ومينو. نابليون كان أجرى تغييرات في القضاء بعد عودته من حملة عكا،
حيث عزل القاضي التركي وعين القضاة المصريين بالانتخاب وحدد رسوم التقاضي بنسبة 2%. مينو أجرى إصلاح آخر في التقاضي حيث ألغى مبدأ الدية وأعاد الأمر إلى القضاء، ثم أنشأ محكمة لكل طائفة. وعايز أنبه هنا حاجة يا أستاذ أحمد في مينو. اتفضل يا حضرتك. بنشوف كتير قوي وطلبة بتسأل كتير لسه بتشرح الخمس نقط بتوع القضاء بتوع عهد مينو، وده بتشاله في تعديل. عندنا نقطتين بس. عندنا نقطتين بس. احنا الطالب اللي بيذاكر من كتب قديمة مش مشكلتنا احنا، بقى مش عارفين نجيب له كتاب. احنا بنوضح له عشان حضرتك برضه بيسمعنا. هو حر، احنا شرحنا له. انا شرحت الحملة الفرنسية ده أكتر من 4 مرات. شفتها. مينو هو نقطتين بس في القضاء. تمام. اتفضل يا ريس. تمام. هنبدأ بعد كده أبرز. طيب سؤال برضه كده في القضاء. تمام. لما نقول سيادتك صح وخطأ، وأسئلة الصح وخطأ بقت مشكلة لأن عليها درجتين دلوقتي يا أولاد، فنخلي بالنا. قام نابليون بتعيين القضاة المصريين بعد عودتهم من عكا. قام نابليون بتعيين القضاة المصريين بعد عودتهم من عكا. اتفضل يا ريس. العبارة صحيحة، حيث قام بعزل القاضي التركي. طبعا هي مش واضحة في الكتاب لكن بنقولها للأولاد، إن القاضي التركي كان رفض يعطي نابليون بونابرت فتوى بان المصريين يخرجوا معاه في حمله الشام. تمام. فنابليون يعني ايه اخفاها في نفسه يعني. تمام. اسرها في نفسه ولم يبدها له. تمام. طب العباره هنا ايه؟ العباره صحيحه. تمام يا ريس. نبدا نتكلم بعد كده عن المجمع العلمي واسهاماته. طبعا نابليون انشا المجمع العلمي في مصر على نسق المجمع العلمي في باريس والذي كان نابليون عضوا فيه. ضم مجموعه من افضل علماء الحمله مع القاده والعسكريين الذين لهم باع في كل العلوم، عدد من الفنانين والرسامين والمثالين. المجمع كان عدد كبير جدا واقسام متعدده. هدف المجمع دراسه العلم والمعرفه، او نشر العلوم والمعارف، دراسه كافه المسائل الصناعيه والتاريخيه والطبيعيه، ربط العلم بالسياسه من خلال تقديم المشوره العلميه للحكومه الفرنسيه في مصر. دي اهميته. هنكتب مع الاستاذ حميد من النتائج المترتبه على انشاء. اتفضل يا ريس. حضرتك كاتبها انشاء المجمع العلمي في مصر اللي قام نابليون. لو قلنا بما تفسر زي ما جاي في النموذج اللي على موقع الوزاره يبقى المهام اللي حضرتك قلتها. تمام. النتائج يبقى الانجازات. تمام. وهي انشاء مطبعتين، مطبعه عربيه ومطبعه فرنسيه، انشاء جريدتين، جريده سياسيه وجريده اقتصاديه، ثم جريده باللغه العربيه التي انشاها مينو ليعرف ما يدور في اذهان الناس ويحذرهم من مقاومه الحمله الفرنسيه. تمام. لما اجي اقول عندي اولاد الحمله الفرنسيه صدمه حضاريه اكثر من عسكريه. الحملة صدمة حضارية أكثر من عسكرية، أو بنقول هنا إن الحملة بالصرف النظر عن الوجهة العسكرية وهزيمة المصريين لم تعتبر لها تأثير سلبي على الشعب المصري أكثر من التأثير الثقافي. إزاي؟ الآثار العامة للحملة كلها. الحملة عملت لنا مشكلة كبيرة. إيه المشكلة؟ قال لك المجمع العلمي كان نافذة أطل منها المصريون على ما يدور في أوروبا من تقدم في العلوم والمعارف والأفكار، فاعتبروا المجمع العلمي صدمة وأثر علمي. علاوة على فكرة إنشاء الدواوين في مصر، مالها الدواوين؟ نبهت المصريين لضرورة المشاركة في الحكم، وكانت هذه الفكرة لم تكن موجودة من قبل، فاعتبرت صدمة هي سياسية إن احنا اتحرمنا من الحكم طول هذه السنوات. وجود أنماط من العلاقات الاجتماعية مال المصريين إلى تقليد هذه الأنماط الأوروبية الجديدة، وده اعتبرت إيه؟ أثر وصدمة اجتماعية. ده جه السنة اللي فاتت في الامتحان كانت الحملة الفرنسية على مصر صدمة حضارية أكثر من عسكرية، فنخلي بالنا منها. جزء الأنماط الحياة دي يا أستاذ أحمد. ناخد معانا تليفون الأول. السلام عليكم. وعليكم. ألو. إزيك يا مستر أحمد؟ إزيك عاملة إيه؟ الحمد لله. حضرتك عامل إيه؟ الله يخليك يا ميادة. معلش يا مستر كان عندي سؤال كده. اتفضلي. حضرتك في القضاء دلوقتي مش موجود في الكتاب اللي هو جعل العلماء المصريين يتولون بطولة الانتخاب؟ ايه المشكله؟ فازاي بقى نابليون عينه هو بطوله الانتخاب؟ ما هو قام نابليون بتعيين القضاة المصريين. لا ما هو معينش، هو بطوله الانتخاب. يعني هو دلوقتي عاملين انتخابات في مثلا في البلد، فدوت ازاي نقول عليه هو التعيين؟ استاذ حسين رد عليها. تمام. حضرتك هو العلماء المصريين بينتخبوا واحد، مين اللي بيعينه؟ قائد الحمله الفرنسيه. لا بس احنا اللي منتخبين، محدش عين، يعني احنا اللي معينين. لو القاضي كان مخالف لنابليون كان رفض. ماشي بس مش نابليون بقى اللي عينه، هو جعل المصريين يتولون بناء على انتخاب العلماء المصريين. لا ايوه انتخاب بالظبط كده. تمام. وكان عندي سؤال بناء على انتخاب العلماء المصريين. لا تمام. وكان في سؤال في الصناعه برضه. الصناعه اتفضل. بيقول لك اقترح مينو، هو اقترح بس ما عملش. تمام. اقترح مينو لانشاء مصانع لا تضم عمال مصريين. ايه المشكله؟
هو ما عملش، هو اقترح بس مجرد اقتراح. لا، عمل مصانع للنسيج والدباغه والحروف. بالظبط، عمل مصانع بس. الحاجة هو الوحيدة اللي عمل اللي هو اعاد دار السفن اللي انشاها مربك في الجيزه، لكن هو انشا مصانع. هو مكتوب مش مكتوب، هو أيوة بس هو انشا مصانع. هو انشا مينو، هو كتاب كاتب ايه يا ميادة؟ هو الكتاب كاتب بالظبط اقتراح مينو انشاء مصانع، اقترح بس. بعد كده قال تم انشاء طواحين الهواء، بس ما قالش ان هو عمل مصانع، وقال اقترح. بص حضرتك، بص كده، اقترح مينو انشاء مصانع لا تضم عمال مصريين حتى لا تتسرب اليهم اسرار الصناعه. وقد حدث ذلك بالنسبه للنسيج والحداده وصناعه الساعات والدباغه وحروف الطباعه، وانشا طواحين الهواء زي ما قلنا، واصلح دار التي انشاها مراد بك في الجيزه. تمام. هي ده هو كان اقتراحه بعدم ضم عمال مصريين. هو قال اقترح بس هو انشا عمل. في انشاء هنا في حاجه ثانيه ميادة؟ هو كان في كان في سؤال حضرتك بقى قلته بس مش متذكره، بس ممكن تقول الاسئله طيب اللي قلتها؟ لا مش فاكر اللي قلتها بالظبط، قولي فين بالظبط؟ اللي هو فين؟ افتكر وكلمينا تاني مفيش مشكلة ميادة. بتاعت اللي هي الانتخاب بتاعت اللي هي الديوان العام، حضرتك قلتها صح؟ ايه الديوان العام ده؟ ما احنا قلنا الديوان العام كله شرحناه. السلطة المركزية عليا. طبعا الاختيار الاقتراح السري للانتخاب، بس هو صح كده؟ الانتخاب برضه. الاختيار الشرقاوي بالانتخاب السري من جملة الأعضاء. وهو ما عينش، هو الاعتقاد الصح عمل الديوان العام علشان اللي هو تدريب الاعيان على نظام الشورى، على نظام الشورى. أيوة. هو حتى لا يتقرب للمصريين، حتى لا يتقرب لاذهان المصريين. هتفهمني؟ تمام. مش اللي هو يدرب الاعيان، هو حتى يتعرف على ما يدور في اذهان المصريين العلماء والاعيان. ايوه، دلوقتي احنا قلنا في سؤال تدريب المصريين على حكم الشورى. تمام؟ تمام. ايه المشكله بقى؟ هو عمل الديوان دوت حتى يتعرف على ما يدور في اذهان المصريين. لا دي الدواوين كلها يا ميادة. دي الدواوين كلها يا بابا. لا الديوان العام اللي تدربهم على الشورى. انت الاعتراض بتاعك عليها ميادة. الاعتراض بتاعي اللي هو حتى يتعرف على ما يدور في اذهان المصريين. دي الدواوين. ايه ده الدواوين؟ هو لما انشا الدواوين حتى يتعرف على ما يدور في اذهان المصريين. ماشي. ليه يا استاذ؟ قال لك تقرب لعلماء الاعيان لانهم وسيله لتواضع سياسات الحكم. والعين والعلماء لهم نفوذ ومكانه وسط الاهالي. ايوه، ما حضرتك السؤال قلت صح وغلط. هو انشا نابليون الدواوين حتى انشا نابليون الدواوين حتى يتعرف على ما يدور في الاعيان المصريين، ولا انشا الدواوين حتى يتم تدريب المصريين على حكم الشورى؟ لا، حتى لا يتعرف على ما يدور في اذهان المصريين. حتى يتعرف على. ايوه، ما العباره ماشي صح يا بنتي. ما العباره دي صح يا ميادة. ايوه، ما دي صح، بس حضرتك قلت سؤال تاني. قالوا كان موجود بقى في السؤال دلوقتي اللي هو تدريب الاعيان على نظام الشورى. الديوان العام المركزي. بس هو مش عامل الديوان علشان يدرب الاعيان على نظام، على مدى الشورى. ولا تدريب. بصي، تدريب المصريين انشاء الديوان العام على يد نابليون لتدريب المصريين على حكم الشورى. بس تدريب هو ميادة، ارجع للكتاب صفحه 9 كده يا ميادة. العباره صح ولا غلط يعني؟ طب ايه اللي فيها يا ميادة؟ هو اللي انا بقول اللي فيها اللي هو ضرب المصريين، عمل الديوان حتى يتعرف على ما يدور في اذهان المصريين. طيب يا ميادة ماشي. طيب. مفيش مشكله، هي دي دي. تمام يا مستر. حاجه ثانيه؟ لا بس كده. وهي بتاعت اللجاء المصريين يتولون طريقه الانتخاب بس كده، مش تعيين. ماشي خلاص يا ميادة. ماشي، شكرا يا ميادة. ماشي، مع الف سلامه. يعني كويس ان الواحد برضه بيسمع وبقى فاهم وناقد ومحلل برضه. مناقشه ميادة مناقشه مش بطاله، مناقشه كويسه برضه، بس هو الهدف عندها قاصر شويه بالنسبه لان هي متعلقه بجزئيات جزئيات صغيره يعني. الدواوين عموما هي اللي يتعرف ما يدور في اذهان صفه المصريين، اما الديوان العام اللي كان تدريب المصريين على نظام حكم الشورى. تمام. في الجزئيه حضرتك بتاعت استاذ احمد قبل ما تتصل ميادة، اللي هي نبهت الحياه الاجتماعيه المصريين لوجود انماط مختلفه من الحياه فاتجه البعض لمحاكاتها. تفضل. هو احنا هنا لو قلنا ما العلاقه بين الحمله الفرنسيه واوضاع المجتمع المصري، يبقى السؤال قاصر على الجزئيه ديت ولا شامل؟ لا طبعا شامل. ما العلاقه بين الحمله الفرنسيه واوضاع والاوضاع الاجتماعيه، هنخليها بقى معرفه، والاوضاع الاجتماعيه في مصر. هنا هنيجي على نوع المحاكاه ولا نشمل الاجابه كلها؟ لا الاجابه كلها. نشمل الاجابه كلها.
لا احنا بنحاول ده نتكلم عن الصحه والقضاء، عن الصحه والقضاء، لان انا سالت السؤال ده فقلت ايه الحاله الاجتماعيه، الصحه والقضاء زائد وجود انماط من العلاقات الجديده. جميل جميل. طبعا اخر حاجه عندي بنقول اعمال كبرى الحمله كان لها اعمال كبيره او اعمال بعيده المدى في تاريخ مصر. استاذنك قبل ما تجاوبها هتبقى بكام صيغه؟ اتفضل. جت في الامتحان اكتر من مره الاعمال الكبرى لعلماء الحمله الفرنسيه، وجت سنه 2003 بما تفسر استفادت مصر من اعمال علماء الحمله الفرنسيه، وجت في 2009 نتائج اصطحاب نابليون للعلماء في حملته. يبقى كده الاولاد يا استاذ احمد هيحلوا ثلاث انماط على جزئيه واحده. اتفضل حضرتك. تمام. في برضه سؤال تاني عندي على نفس الموضوع ده، لما نقول اثبت قامت الحملة الفرنسية بدراسة المسائل التاريخية والصناعية والطبيعية. نركز كده، السؤال ده برضه مهم وصيغته جميلة شوية وغريبة. قامت تقريبا ما حدش عارف الصيغة دي خالص. الحملة الفرنسية بدراسة انت ربطت أهداف بدراسة دراسة كافة المسائل التاريخية والصناعية والطبيعية. هنتكلم طبعا عن المسائل الايه؟ خلي بالك، المسائل قلنا التاريخية الصناعية الطبيعية. ايه الصناعية؟ شق قناة تصل بين البحرين، ده عمل صناعي. طب ايه الطبيعية؟ كتاب وصف مصر. طب ايه التاريخية؟ فك رموز اللغة المصرية الايه؟ القديمة. ده نخلي بالنا منه، سؤال من الأسئلة المهمة جدا وايه نخلي بالنا منه. عامل ربط بين أهداف المجمع العلمي أو دراسته والنتيجة المترتبة عليه. كده وصلنا لنهاية الفصل الأول، هنبدأ معاكم بس جزئية الفصل الثاني. هنقول ما النتائج المترتبة يا أستاذ حميد على رحيل الحملة الفرنسية؟ ما النتائج المترتبة على رحيل الحملة الفرنسية 1801 إلى 1805؟ هي لو قلنا فسر حدوث فراغ سياسي في مصر من 1 ل 5. هي لو قلنا وضح أبرز القوى المتصارعة على حكم مصر بعد خروج الحملة الإيه الفرنسية. اتفضل يا ريس. بس هيبقى كده السؤال يا استاذ احمد كبير قوي. هو سؤال الاولاد. هو لا بس يعني احنا لو انا بتكلم على انا بتكلم على فتره الصراع بس. بتكلم على الصراع بس، انا مش عايز الشرح لحد محمد علي. تمام. انا هنا بقول اول حاجه كان يتصارع على الحكم الاتراك العثمانيين، حيث تطلع السلطان العثماني لاعاده بسط نفوذه على مصر، وعملت الدوله العثمانيه على استعاده مكانتها بتعيين خسرو باشا اول والي عثماني. أما إنجلترا أو الإنجليز فتلكات إنجلترا في الخروج من مصر، حيث أنها كانت تطمع في بسط نفوذها على وادي النيل واحتلال مواقع هامة على البحرين الأحمر والمتوسط لتأمين مواصلاتها للهند. ويجي عندي جزئية هنا نقول أيد تباين موقف إنجلترا من المماليك بعد خروج الحملة الفرنسية 1801. تباين موقف انجلترا من المماليك بعد خروج الحملة الفرنسية 1801. ماشي يا ريس، اتفضل. اول جزئية هنقول حضرتك هنا الانجليز تدخلوا للحيلولة دون قتل زعماء المماليك، فكسبوا تأييد المماليك. ثم حينما استعادت فرنسا علاقتها الطيبة بالسلطان العثماني، خشيت انجلترا من ذلك فتركت المماليك وطلبت منهم الاستسلام الى السلطان العثماني. الجزء الاخير هيبقى المماليك الذين طمعوا في استعادة حكمهم لمصر، ففكروا في الاستعانة بالانجليز وتركهم الانجليز يعيشون في هذا الوهم. تفضل. قلنا الثلاث. تمام. لما نقول عندي بعد رحيل الحمله الفرنسيه حصل ضعف سياسي وتدهور وصراع بين القوى المختلفه وتطلع كل منهم الى الوصول الى الحكم. لما نيجي نقول هنا سؤال برضو دكتور سامح حميد، فسر زياده ضعف المماليك بعد رحيل الحمله الفرنسيه. فسر زياده ضعف المماليك. الصيغه القديمه يا استاذ حميد. بس الصيغه القديمه. اجتماعنا برضو زي ما هي بالصيغه القديمه او الجديده. فسر ضعف المماليك بعد رحيل الحملة الفرنسية، أو كان المماليك أضعف القوى السياسية والوصول للحكم. تمام. أول جزئية هنا هقول إن تخلي الإنجليز عن مساندة المماليك بعد استعادة الدولة العثمانية علاقتها بفرنسا، فخشى الإنجليز أن تساند أو تؤثر علاقتهم على السلطان بذلك، فطلبوا من المماليك الاستسلام. الجزئية الثانية أن المماليك كانوا يعيشون في وهم استعادة السلطة بالاستعانة بالإنجليز. تمام. برضه ممكن نضيف لها هنا
نقول عند نزول الحملة قوة المماليك كانت استهلكت في النزاعات الداخلية من قبل وانصرف عن تحصين حدود البلاد. نضيف برضو زيادة ضعف المماليك في أثناء مقاومة الحملة الفرنسية، وده احنا خدناها في شبر خيط ومبابة ودور مراد بيك بالصعيد، زي ما شرح حميد تخلي انجلترا عنهم. النقطة برضو اللي نقولها، عملت الدولة العثمانية على الانقسام والفرقة بين صفوف المماليك بعد رحيل الحملة الفرنسية. النقطة الرابعة نقول تخلي انجلترا عنهم ورحيلها بعد صلح ايه؟ اميان. كل سنة طيبين يا اولاد، الشهر زي ما قلنا فيه شغل. بنشكر سامح حميد، الف شكر يا ريس، شرفتنا ونورتنا وكترتنا يا باشا. كل سنة وانت طيب، ونشوفك على خير الاسبوع الجاي. اعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، مش هقول تاني، الموضوع هيعدي من ايدينا لو الشهر عدى. الشهر مش نوم، ده شهر شغل. مع ارق تحيات واجمل امنيات لكم بالنجاح والتوفيق، هذا احمد صلاح يحييكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والى اللقاء في حلقه ان شاء الله قادمه الاسبوع القادم.